مع ان تقدم الامم والشعوب، لا تبنى الامم والشعوب بتجهيز الجيوش فقط او بناء المصانع فقط، ولكن لابد من وجود عقول تفكر، لابد من وجود بنية أساسية لعقول تفكر، لأن بناء الأوطان، بناء العقول هي بناء، هي أساس بناء الأوطان أولا. ممكن اقطع حضرتك في جمله صغيره؟ معلش. اتفضل. ايه معنى قيمه مصنع موجود بدون ولا يطور ويجدد من نفسه، والاسلوب الوحيد للتطوير والتحديد هو العلم؟ ما هو المصنع هيبقى خرده بعد فتره. صح؟ صح. كمل حضرتك. حضرتك العلوم او المعرفه النيتروسوفكيه او النيتروسوفيك هو وعاء يحتوي الكل، لأن عند تقسيم الكل إلى أجزاء يفقد الكل سلامته، وعند انفصال الأجزاء عن الكل تفقد أيضا الأجزاء سلامته. بمعنى أن النيتروسوفيك وعاء، الإنسان الواحد مملوء بكل المتناقضات، احنا كشخصية مملوءة بكل المتناقضات. العلم الكلاسيكي غير قادر على تحليل صفر واحد بالنسبة لشخصية الانسان. المتوازيات في العلم الكلاسيكي ما بتتقبلش، لكن في النيتروسوفيك كل المتناقضات بتتقابل عشان احكم على ظاهرة موجودة في الكون او في المجتمع. هناك البيانات، انتهى عصر الصفر والواحد. حضرتك بدأت بالصفر والواحد. عصر الصفر والواحد اللي هي الأون والأوف، الكهرباء اللي هي الأبيض والأسود، ما عادش، انتهت. بدليل ان هناك من يوافق على ظاهرة ما او قضية ما، وهناك من يعارض نفس القضية، وهناك من يقف على الحياد. فكيف يتم التحليل او استخدام التحليل الرياضي او حركة كده؟ بتناقش ليست القضايا العلمية فقط، ده حتى القضايا السيكولوجية الفلسفية. جميل، كل حاجة. جميل. ما هنتكلم في علم النفس احنا اول. لا انا بس عايز اكد على المعلومة يعني. جميل. ده كمان ايه، الموافقة دي بتبقى بدرجات، والمعارض بدرجات، والمحايد كمان بدرجات. وممكن يظهر منطق، ما ده بنسميه المنطق اللي هو الايه، النون ستاندرد لوجيك، اللي هي المنطق الغير كلاسيكي، يعني ان مش صفر وواحد بس. هذا اللوجيك او هذا المنطق وضع اسسه فيلسوف امريكي فلورنتين سمرلداش، وبصراحه هذا الرجل فيلسوف ورياضي وكل شيء. اللوجيك حضرتك لما بدات بالمنطق، المنطق الرياضي، انا بتكلم بقى المنطق الانساني ككل ثلاثي هنتكلم فيه. المنطق الانساني اتحول قديما، اللي هو القديم اتحول للرياضيات، الرياضيات اتحولت بعد كده للاجهزة وللكهرباء، تمام. فالمنطق جيت الفكرة ازاي في التعاون مع هذا الرجل. اولا اول بحث قلنا طب ليه احنا كمصريين ما نحولش اللوجيك ده الى رياضيات، الى علوم حاسب، الى نظم ودعم واتخاذ القرار، الى 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 انظمة معلومات جغرافية، الى وبدأنا بالفعل. الحياة في سبيل الله اصعب من الموت في سبيل الله، واي علم يخدم الانسانية، لان العلم ملوش وطن، يخدم الانسانية، لو الناس بتوع الدين بيتكلموا هو علم من علوم الشرعية طالما بيخدم الإنسان. دي أول حاجة. الحاجة البسيطة اللي أنا عايز أقولها عشان استقامة الحياة، لما الشجرة مغطرة، أنا عندي شجرة مغطرة بفروحها وجذورها وأوراقها، تنظر إلى دودة الأرض وتسألها بتهكم، شوف الدودة، أتمنى من الله أن أكون مثل الدودة يعني،
وتسألها بتهكم ما دورك أيها الددة في هذه الحياة إلا أنك تلوثين التربة؟ هترد لسان حال الددة هيقول للشجر إيه؟ هيقول لقد منحني الله سبحانه وتعالى أن أعمل في صمت، أقوم بتحليل أملاح التربة. الدودة بتقوم بتحليل أملاح التربة لكي يحملها الماء، بتقول للشجرة لكي يحملها الماء إلى فروعك، وبذلك تستقيم لك الحياة. أين نحن من الدودة؟ طيب أنا دكتور أحمد، يعني قبل ما الوقت يسرقنا خلينا نتكلم يعني في نهاية لقائنا عن رسالة حضرتك توجهها إلى كل من يعمل في مجال البحث العلمي، بما أن حضرتك أحد أقطاب هذا يعني المجال وأحد علمائنا البارزين اللي بالطبع إحنا بنفخر بيهم. لو حضرتك عايز تقول رسالة لكل اللي بيشتغل في المجال ده تقول له إيه؟ أولا عايز أقول الأول احنا بنتكلم عن بلدنا وبنتكلم عن مصر. انا بقول للشباب الاول شباب باحثين ما تيأسوش، ما تيأسوش، اعمل حتى لو عمل بسيط جدا. الحدث المستحيل في النيتروسوفيك ممكن يتحقق، الحدث المستحيل لا مستحيل مع الله، تمام؟ فانا عايز اوجه الرسالة لكل من يعمل في التعليم او في حقل التعليم او في مجال البحث العلمي، بقول ان نقل العلم ونشره دي اسمى شيء في الوجود، دي اسمى شيء في الوجود. الرسالة دي مش مجرد رسالتك في العلم، مش مجرد شغل ولا مجرد بتنقل افكار ولا بتنقل نظريات، لا، ده انت بتنقل تحضر، بتنقل اخلاق، بتنقل علم. اجمل فرحة للي شغال في المجال ده، الأستاذ الجامعة، المعيد، المدرس، أولادنا، لما تلاقي أنت بتحبب طالب في مجالك والطالب ده هو بيدعي لك لما بيحل كويس. الحياة بقول لهم مش مجرد سعي وراء المادة ولا الفلوس، الحياة في العلم، الحياة ممر بين إيه؟ ممر بين نفخة الروح من الله والآخرة. الممر ده ممكن تخليه مليان اكاذيب ونفاق، وممكن ممكن نخليه مليان علم وحب وسلام، ودي اجمل حاجه ممكن نختم بيها لقاءنا مع حضرتك النهارده. في النهايه بشكر حضرتك ضيفي الكريم العالم الكبير الاستاذ الدكتور احمد سلامه. انا بشكرك. صدق القائل ان الناس رجلان، رجل ينام في النور ورجل يستيقظ في الظلام. أي أن البشر نوعين، حضرتك بدأت بالإنسان. الإنسان أو الناس نوعين، نوع يعيش للحياة يصورها ثم يجسدها ثم يبدع فيها، وهذا النوع أو هذا الإنسان ويطلق عليه الإنسان الفعلي يفرز إن شاء الله مصر ناهضة متوثبة لا يعبث بها متغيرات التاريخ، لأن التاريخ بالمعنى العلمي ليس استاتيكيا، يعني التاريخ ديناميكيا ومتغير. حينما تحدثت وبدأت حضرتك بالإنسان، إذا تحدثنا عن نظام علمي أو نظام تعليمي أو نظام اقتصادي أو نظام سياسي أو أي نظام، أساسه هو الإنسان طبعا. إذا صلح الإنسان صلح النظام، وإذا فسد الإنسان فسد النظام. ده أساس، ده النظام أساس ومكونات. مصر ونحن نملك المكونات، نملك الكفاءات، نملك الموارد، نملك المواهب، ولكن
نحن في حاجة، لكن في حاجة إلى إيه؟ إلى عقول تفكر لا تسيطر، في حاجة إلى قلوب تجمع لا تفرق، في حاجة إلى يد تبني لا تهدم. نحتاج إلى عقول تملك الحكمة، وكيف نصل إلى هذه الحكمة؟ من خلال العلم. نحتاج إلى قلوب تملك الرحمة، فحكمة ورحمة. الحكمة نصل إليها من خلال المعرفة، والمعرفة هي ناتج لتنظيم معلومات، والمعلومات هي ناتج لمعالجة بيانات لأي ظاهرة موجودة في الكون أو موجودة في المجتمع، والبيانات مين اللي بيعطيها؟ مين اللي فوق البيانات؟ الإنسان. إذا الإنسان اداني بيانات خاطئة، هوصل هعالج هذه البيانات وهوصل لمعلومات خاطئة ونتائج خاطئة، معلومات خاطئة، هنظم المعلومات الخاطئة هوصل لمعرفة خاطئة. لا، ده أنا من المعلومات لما هنظمها هوصل لمعرفة، والمعرفة هوصل منها للحكمة. طب الحكمة بعدها أعمل إيه؟ هتخذ القرار. فاللي فوق المنظومة دي هو فعلا الإنسان. أنا بداية مش عايز أقطع كلام حضرتك خالص، لكن عايز أقول من يتحدث بهذه الفلسفة هو أستاذ رياضيات، لا نتحدث مع أستاذ علم نفس أو فلسفة. قدم لنا روشتة نفسية بالرياضة فلك. وجد العرب أم حاطين أربع دعائم أساسية لأي علم موجود في الدنيا من الكتاب ده لحد النهاردة. أي علم لو هنتكلم عن جغرافيا، عن تاريخ، عن علم نفس، عن حاسب، عن أي علم، هنلاقي الأربع ركائز أساسية للعلوم. يعني أنا بتكلم من البداية على أساس اللوجيك، أنا عايز أوصل للنيتروسوفيك. فأنا اللوجيك اتحول للرياضيات، وفي النهاية الرياضيات تحولت لكهرباء، في النهاية الرياضيات تحولت لأجهزة. فالأربع أسس اللي وضعهم إقليدس، الأربع أسس اللي وضعهم العرب أو الركائز من خلال هذا الكتاب، أي علم في الدنيا له المسميات والمسلمات والنظريات والحقائق. من المسميات والمسلمات، لما الإنسان أو الطفل بيبدأ يتكلم بنقول له دي كذا ودي كذا ودي كذا، مسميات. بنقول له الشمس بتطلع من جهة الشرق، مسلمات، شيء مسلم. أخذوا في كل واحد في مجاله المسميات والمسلمات وتعمل بيها النظريات. دي فكرة النظريات. النظريات حينما تثبت النظرية نقدر نحولها، نستنتج منها الحقائق. دول أربع ركائز لأي علم. لو اتكلمت عن الجغرافيا، عن الإرشاد السياحي، عن العلم النفس، هم الأربعة دول كل علم له مسمياته ومسلماته ونظرياته وحقائق. الكهرباء أول نظرية اتعملت بناء على هذه المفاهيم، نظرية اسمها نظرية الفئات اللي احنا بندرسها وبندرسها لأولادنا في المدارس حتى في ابتدائي وإعدادي، والأشكال والكلام ده، كان سنة 35 راجل اسمه جورج كانتور. شوف الناس حضرتك بتفكر ازاي. يعني هو رايح محل علشان يقص شعره، تمام، فبيسأل اللي هيقصله شعر، بقول له أخبار المحل شغال ولا مش شغال. شوف الفلاسفة وشوف الناس دي. يعني هو راجل شغال في صالون حلاقة والتاني رايح يحلق، راجل جورج كانتور ده، فبقول له والله حالة المحل معاك ايه، شغال؟ قال له والله اني احلق لفئة جميع
الرجال الذين لا يحيقون لأنفسهم. ولا أحلق لفئة جميع الرجال الذين يحلقون لأنفسهم. فالراجل مشى من عنده قاعد يسأل نفسه، طب الراجل اللي بيحلق له ده بيحلق لنفسه ولا لا؟ بناء على ما قلت احتار. فبدأ هنا نشأ نظرية الفئات اللي هي سنة 35 اللي وصلت لنا هنا، وبنقول عليها الرياضيات الحديثة اللي اتبنى عليها الكهرباء والشبكات والتليفون على الصفر والواحد العربي اللي حطوا العرب مع هذه النظرية اللي هي ده في البداية. ده انا بتكلم عن اللوجيك او المنطق. اللوجيك او المنطق احنا بنتكلم، احنا عشان اقول ان الفيلسوفيك ده ظهر ازاي، فاللوجيك او المنطق اسمه الكريسب لوجيك او المنطق الكلاسيكي اللي احنا كلنا عارفينه ان ده منطقي وده مش منطقي. هذا مبني على ايه؟ مبني على اليقين، بيانات اليقين. يعني انا بدرس ظاهرة معينة في المجتمع وفي الكون، عندي نوعين من البيانات. البحث العلمي لحد وقت قريب جدا مهمل، يعني اهمل النوع التاني من البيانات اللي هي بيانات اللا يقين. يعني احنا عندنا بيانات اليقين وبيانات اللا يقين. بيانات اليقين اللي فيها درجة الحقيقة ابيض واسود، نعم ولا، اللي هي دي اليقين اللي هي درجة الحقيقة واضحة. ايوه ده اسمها بيانات اليقين. كله شغال في البحث العلمي على هذا الاساس في الابحاث حتى في الاستبيانات والكلام ده. لكن بيانات اللا يقين نشأة منين؟ بيانات اللا يقين انا ممكن في ظاهرة موجودة في المجتمع، احنا في ناس موافقين على الظاهرة دي بنسبة وناس مش موافقين على الظاهرة دي بنسبة عشان يحلوا مشكلة في المجتمع، وناس تانية واقفة على الحياد ما بتتكلمش. دي كلها اراء. يبقى اصبح هنا لا يقين ناشئ من ايه؟ ناشئ من حوالي خمس حاجات. لاما انا ممكن يبقى عندي تشبع في العلم مش عارف اوصلك او اوصل حضرتك او اوصل للانسان اللي قدامي او الطالب اللي قدامي العلم ده، عندي تشبع مش قادر، اصبح فيه لا يقين هنا. ممكن انا شوية عندي تشويش في 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 او في العلم عشان اوصل معلومة لطالب، في تشويش عشان اخد رأي واحد في اراء مشوشة. دي فكرة النيتروسوفيك بقى. من لسه ما احنا واخدنا واحدة واحدة. ففي اللا يقين ناشئ من الجهل، ممكن انا اتكلم في قضية وانا ما اعرفش عنها حاجة، ودي ما اكثرنا في الموضوع ده. ممكن يبقى في قضية واتكلم فيها وانا ما اعرفش عنها حاجة، يبقى اللا يقين ناشئ من الجهل، ناشئ من التشبع كمان، ناشئ من المتناقضات. في العلم الكلاسيكي او في الرياضيات الكلاسيكية المتناقضات ما بتتقابلش، لا عندنا في التكنيك بتاعنا بتتقابل. انا باخد بيانات اليقين واللا يقين كلها في الاعتبار في تقنية النيتروسوفي. فكلمة نيترو سوفيك هي جاية من فكر او الفكر الحيادي او فكر فلسفة الحياد، يعني اللي واقف على جنب، يعني في واحد موافق واحد مش موافق واحد واقف على الحياد، ده بداية الفكر. طيب احنا انواع البيانات دي وجدنا ان في مشكلة للتعامل مع الكمبيوتر في البيانات دي، لان الكمبيوتر مبني على الصفر والواحد بس. فقلنا عشان نتعامل بيانات لاي ظاهرة موجودة في المجتمع باخد الاراء كلها حتى المتناقضة، حتى الاراء المتباعدة عن بعضها خالص، حتى الاراء اللي احنا موافقين عليها بدرجات، كل ده باخد الاراء دي كلها في الاعتبار اثناء تحليل الظاهرة اللي موجودة في المجتمع او الظاهرة اللي موجودة في الكون. اخر حاجة في الموضوع حتى مفهوم واحد حطناه سنة 2015 في كتاب، اول كتاب ظهر كان طبعا سبق الكتاب ده مجموعة من الابحاث كبيرة جدا، والكتاب ده اتحط مع البروفيسور الامريكي كان وقتها رئيس جامعة نيو مكسيكو استاذ المنطق او اللوجيك. ده كتاب خاص بالنيتروسوفيك. بالنيتروسوفيك ده اول كتاب في النظرية، سبقه مجموعة ابحاث كتيرة جدا. الكتاب ده فيه تعريف واحد اخدوه اخر كتاب اتعمل في علم النفس، عملوا اسقاط عن الشخصية بهذا المفهوم في علم النفس، وبدأ العلماء بره
يشتغلوا فيه على علم النفس. طيب عملنا ايه تطبيقات النيتروسوفيك كلها في الحياة لحد النهاردة؟ بدأنا الابحاث وبدأنا بفريق عمل على مستوى العالم، فريق عمل على مستوى العالم في كل التخصصات، بدأنا تطبيقات من الجغرافيا حتى علم النفس، الرياضيات عملنا بمشاركة فريق العمل ده، وضعنا أسس لرياضيات جديدة في فروع متنوعة من فروع الرياضيات تعتمد على فلسفة الحياد. أيوة إن شاء الله هتغير وجه العالم، هتغير التقنية بتاعتنا. ده الكتاب اللي صدر سنة 2015، ده أول كتاب، لكن قبلها صدر أبحاث، أبحاث سابقة لهذا الكتاب. بعد كده عملنا التطبيقات، بدأنا في الجي اس ونظم معلومات الجغرافية، بدأنا في استرجاع وتحسين وتحليل الصور، واستفدنا بها في مجالات الطب ومجالات الأشعة ومجالات كتيرة جدا. شغالين الوقت على الدي ان ايه برضو، التطبيقات المختلفة للرياضيات. ما احنا رياضيات ما كانتش تخدم مجتمع يبقى المفروض ما يبقاش بحث علمي، لكن فلسفة الناس بالنسبة للرياضيات نفسها يقول لك انت راجل بتاع ابستراكت، انت مالك ومال تمام. لكن الابحاث او البحث العلمي لابد ان يكون هادف لبناء المجتمع. طيب على مستوى العالم الفريق ده الكتب بتاعته الابحاث كلها بتجي لنا ببلاش، بيتطبع بره، بتوزع على مستوى العالم. اول مجلة وضعناها وطلبت وانا صاحب الاقتراح بتاعها من البروفيسور الامريكي ودخلت الكونجرس سنة 2013 اسمها نيوتروسوفيك سيتس اند سيستم، بدأت من 2013 لحد النهاردة صدر منها 25 عدد، دخلت كل المؤشرات العالمية واخدت كل المؤشرات العالمية كأول مجلة علمية في هذا التخصص. هو في الحقيقة ان التخصص ده داخل في كل المجالات الحياة، التخصص ده كله داخل في، هو تكنيك يقدر يحلل لي اي ظاهرة موجودة في الكون او موجودة في المجتمع. بدأنا في مجالات الطب، في مجالات التمريض، في مجالات الإحصاء، إعادة نظرية الإحصاء والاحتمالات عن طريق النيتروسوفيك بباحثين من سوريا وباحثين من العراق، وفي الهندسة باحثين من سوريا والعراق وليبيا والهند واليابان. يعني أهلا متابعينا على قناة مجلس علماء ومبدعي مصر والعرب، معنا الآن العالم الأستاذ الدكتور أحمد عبد الخالق. أحمد سلامة، أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا دكتور أحمد. النهاردة متقدم ببحث عن النيتروسوفيك، فكيف يمكن تطبيق بحث أنظمة النيتروسوفيك في الحياة العلمية والتطبيقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعل العلم نورا يضيء للعلماء طريقهم، والشكر للعلي القدير الذي يسر لنا أن نسلك دروبهم. أي ظاهرة في المجتمع أو في الكون لابد أن تحتاج إلى التحليل الرياضي والإحصائي، وأي ظاهرة تحول إلى بيانات ثم يتم معالجة هذه البيانات فنصل منها إلى المعلومات، وعند تنظيم المعلومات لابد وأن نصل إلى المعرفة، وبالمعرفة نصل إلى الحكمة، الحكمة في اتخاذ القرار. البيانات في البحث العلمي كلها لحد قريب جدا تعتمد على بيانات اليقين، بيانات اليقين اللي هي أساسها الصفر والواحد، اللي منها التكنولوجيا. لولا الصفر والواحد اللي وضع العرب زمان ما كانش في شبكات ولا كان في أجهزة ولا كان في تكنولوجيا. كل الأجهزة اللي في الدنيا والتكنولوجيا أساسها كوكتيل من المعادلات الرياضية. إيه هنا المشكلة؟ النيوتروسوفيك هو علم جديد بدأ فيه في المنطق الأول، لأن الكل يعرف أن الرياضيات في بدايتها منطق إنساني، تحول منطق الإنساني إلى الرياضيات أو إلى الماثيماتيكس اللي احنا شايفينها في الدنيا كلها وتطبيقاتها في المجتمع. النيوتروسوفيك هو فلسفة علم الحياد أو الفكر الحيادي. الحيادية يعني إيه؟ أنا لما حضرتك يكون مجموعة من الخبراء
بيتاخد رأيهم في ظاهرة موجودة أو في قضية ما، الكل يعتمد في تحليله لهذه الظاهرة في الرياضية الكلاسيكية إلى الصفر والواحد اللي هو البيانات أو بيانات التأكد، لا إما صفر لا إما واحد، اللي هي تعتبر بيانات اليقين. طيب هناك بيانات اللا يقين، بيانات اللا يقين دي تنتج من إيه؟ ما فيش حد بياخدها في الاعتبار في تحليل أي ظاهرة في المجتمع. لذلك أي خبير أو مجموعة من الخبراء لما بناخد رأيه في مشكلة في الواقع أو ظاهرة كونية كله بيعتمد لحد على بيانات اليقين بس. طيب لكن لو أنا موافق على قضية معينة أو لي رأي معين في هذه القضية وغيري غير موافق على هذه القضية، أنا موافق بدرجات، هناك درجات للموافقة أو لقبول القضية أو المشكلة، وهناك درجات لعدم القبول، وهناك من يقف على الحياد. طيب الدرجات أو البحث العلمي كله بياخد في اعتباره اللي هو درجات، اللي هي درجات تأكد. احنا عملنا درجات للتأكد، انا ممكن ابقى موافق على قضية او حل مشكلة بدرجة واحد او درجة صفر، ده اللي هو البحث العلمي الكلاسيكي. اما هناك درجات لو انا موافق بدرجات تأكد غيري مش موافق على رأيي، هناك من يعارض برضو الرأي وهناك من يوافق الرأي بتاعي، وفي نفس الوقت في نفس القضية هناك من يعارض القضية وهناك من يعارض المعارض وهناك من يوافق على المعارض، فكل هذه الأفكار، وهناك من يقف على الحياد. فالتكنيك النيوتروسوفيك يأخذ جميع الاحتمالات ويأخذ جميع الآراء في الاعتبار حتى لو الآراء متناقضة، لأن الفكر الكلاسيكي أو الرياضيات الكلاسيكية الخطوط المتوازية ما بتقبلش، أو الآراء المتناقضة ما بتتقابلش، لا عندي بتتقابل في التكنيك بتاعنا بتتقابل. أنا عندي درجات، عملنا تطوير كامل للتعامل مع هذا النوع من البيانات من خلال الكمبيوتر، من خلال مشاريع من أمريكا مع البروفيسور الأمريكي اللي هو صاحب المنطق أو اللوجيك اللي احنا حولناه إلى رياضيات وكهرباء وعلم نفس وجغرافيا، كل التخصصات يمكن أن نستخدم هذا التكنيك الجديد لنصل إلى قرار أكثر دقة من الأبحاث السابقة أو من القرارات السابقة في الأبحاث. فعملنا إعادة كاملة أو صياغة كاملة لرياضيات جديدة إن شاء الله سوف تغير وجه العالم، لأن الكمبيوتر كلنا عارفين أنه هو أصفر وحيد، لا ده احنا حطينا درجات للتأكد في الفترة من 0 إلى 1، يعني لو احنا في المكان ده كلنا واقفين هنا درجة انتمائنا واحد، بره المكان درجة انتمائنا صفر. طب اللي واقف على الباب له في درجة، مش ما عادش واحد ولا صفر. صفات الذكاء، صفات الغباء، الصفات كلها، كل الصفات ما ينفعش فيها الصفر والواحد. فاحنا عملنا درجات للتأكد ودرجات لعدم التأكد ودرجات للحياد وما ودرجات أخرى تختلف عن الثلاث أنواع ديت، وعشان نتعامل معها مع الكمبيوتر طورنا الجداول الإلكترونية اللي هي بنحلل بها الظواهر، فما ينفعش الكمبيوتر يتعامل إلا مع الأصفار والوحيد، لكن احنا غيرنا السيكوريتي أو باستخدام هذه التقنية. هناك في الاقتصاد، في الاجتماع، في السياسة، في كله يعني هدي مثال بسيط. لو في السياسة أنا عندي 200 مادة مثلا في الدستور أو 200 مادة في وبنعمل انتخابات على الدستور، ال 200 مادة أنا ممكن أكون موافق على 150 و150 مش موافق. طيب هل لما بروح أقول نعم تبقى دقيقة؟ مش دقيقة، هي دقيقة بالنسبة للفكر الكلاسيكي القديم أن أنا موافق على 150 وال50 أنا مش موافق عليها وبروح أقول نعم، أو العكس لو أنا مش موافق، موافق على 50 ومش موافق على 150 بروح أقول لا، فأصبحت نعم ولا غير دقيقة. فنعم ولا غير دقيقة. طيب هناك من يقف على الحياد ما بروحش، وهناك من يذهب لإبطال صوته برضو ما بروحش. أنا ما باخد التكنيك بتاعنا بياخد كل الآراء دي في الاعتبار حتى الآراء المتناقضة. ولا أخشى على الإنسان الذي يفكر وإن ضل، لأنه
في يوم من الأيام سوف يهتدي إلى الحقيقة، ولكن أخشى على الإنسان الذي لا يفكر وإن اهتدى، لأنه سوف يصبح كالقشة في مهب الرياح.